السلام عليكم. سؤال بيقول: متى بني الجامع الأزهر؟ الجامع الأزهر ناخد معلومات صغيرة عنه كده، من ضمنها اتبنى امتى، وهو من أقدم المساجد التاريخية في مصر وفي العالم الإسلامي. هو اتبنى على الطراز المعماري الفاطمي، كان معمول لنشر المذهب الشيعي، وسمي بالجامع الأزهر تيمنا بفاطمة الزهراء ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا محمد طبعا. اللي فتح مصر ساعتها كان جوهر الصقلي في عهد المعز لدين الله. هو كان عايز يبني جامع ضخم لنشر المذهب الشيعي، وفي نفس الوقت عشان يصلي فيه الخليفة اللي هو المعز لدين الله، فاتعمل جامع ضخم أسوة ساعتها. يعني أي حد كان بيدخل مصر كان بيعمل جامع، يعني في المدينة بتاعته. يعني عندك في جامع في مدينة الفسطاط اتعمل فيها جامع عمرو، وفي القطائع اتعمل جامع أحمد بن طولون، في القاهرة جوهر الصقلي عمل الجامع الأزهر. الجامع الأزهر ابتدى فيه الشغل البناء بتاعه هجريا سنة 359، ميلاديا سنة 970، وأقيمت أول صلاة جمعة فيه هجريا سنة 361، وميلاديا سنة 972. طبعا احنا في عندنا ثلاث خيارات: 950 و990 و970. الإجابة الصحيحة هي 970 ميلاديا، هو بناء الجامع الأزهر. شكرا. السلام عليكم. سؤال مهم جدا، وهو: متى بني الجامع الأزهر؟ ولكن مش معنى ان هو سؤال في مسابقة ان احنا ندخل نعرف امتى بني وبس ونخرج، على الاقل نعرف كم معلومة صغيرة كده اهوت، من ضمنهم اتبنى امتى. الجامع الأزهر هو اهم مساجد في مصر على الاطلاق، واحد المعاقل التاريخية لنشر وتعليم الإسلام. كذلك هو واحد من اشهر المساجد الأثرية في العالم وفي العالم الإسلامي. يعود تاريخ بنائه في بداية عهد الدولة الفاطمية في مصر، بعدما أتم جوهر الصقلي فتح مصر سنة 1969، وشرع في تأسيس القاهرة. قام بإنشاء القصر الكبير وأعده لنزول الخليفة المعز لدين الله، وفي أثناء ذلك في بدء إنشاء الجامع الأزهر ليصلي فيه الخليفة، وليكون مسجدا جامعا للمدينة حديثة النشأة، أسوة بجامع عمرو في الفسطاط وجامع أحمد بن طولون في القطائع. كذلك أعد وقتها ليكون معهدا تعليميا لتعليم المذهب الشيعي ونشره. فبدأ في بناء الجامع الأزهر في جماد الأول سنة 359 هجريا و 970 ميلاديا، وتم بناؤه وأقيم أول جمعة فيه في رمضان سنة 361 هجريا 972 ميلاديا، وعرف بجامع القاهرة. ورغم أن يد الإصلاح والترميم توالت عليه فيما على مر العصور فغيرت كثير من معالمه الفاطمية، إلا أنه يعد أقدم أثر فاطمي قائم بمصر. وقد اختلف المؤرخون في أصل تسمية هذا الجامع، والراجح أن الفاطميون سموه بالأزهر تيمنا بفاطمة زهراء ابنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى تاريخ البناء بتاعه 970 ميلاديا. انت عندك ثلاث خيارات: 970 950 990. الخيار الصحيح هو 970 ميلاديا. شكرا.